مساء الخير، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الإخبارية المستمرة مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز. هنخصص هذه الساعة القادمة الإخبارية في من التغطية للحديث عن معرض الكتاب في دورته 55. معي أنا رغدة بكر، أهلا بحضراتكم. إذن بيواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب استقبال زائري في دورته 55 في مركز المعارض في التجمع الخامس. هذا المعرض شهد إقبال كبير وكثيف منذ أول افتتاحه للجمهور من مختلف الشرائح العمرية. حرصت كل هذه الشرائح على متابعة الفعاليات الثقافية وحتى الفنية اللي بتقام ضمن فعاليات المعرض. بلغ عدد زوار المعرض من أول يوم افتتاحه بالتقريب 2,400,000 زائر. الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقام في الفترة من 25 من يناير حتى 6 من فبراير. تحمل شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وبمشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة. البرنامج الثقافي يضم 550 فعالية، وعدد العارضين بلغ 5,250 عارضا. تنعقد بمشاركة 1,200 ناشر من أنحاء العالم، وتضم 153 ناشرا، بزيادة كبيرة عن الدورة الماضية. تشارك النرويج كضيف شرف، وتشهد دورة مشاركة الأميرة ميت ماريت قرينة ولي عهد النرويج. يحتفي البرنامج الثقافي بأدب الطفل، ويقدم أنشطة متخصصة من خلال أسلوب شيق وجذاب. يهدف البرنامج الثقافي إلى بناء الطفل ثقافيا وتشكيل وعيه في إطار من روح الانتماء والحس الوطني. تقام فعاليات البرنامج الثقافي في 7 قاعات وصالة كاملة لكتب وأنشطة الطفل وأماكن للفنون الحرة. استحدث المعرض هذا العام محور مؤتمر اليوم الواحد، ويضم 6 مؤتمرات مختلفة. تتيح الهيئة تسهيلات الحجز من خلال المنصة الرقمية للتسهيل على القراء. إمكانية شراء الكتب إلكترونيا من خلال خدمات الدفع المتعددة التي تتيحها المنصة لرقمنة الخدمات المقدمة. يقدم المعرض هذا العام في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على التحول نحو الاقتصاد الرقمي. تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق. تم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض. تم اختيار اسم الكاتب يعقوب شاروني شخصية معرض كتاب الطفل. الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. عودة مشاهدينا، وللمزيد بينضم إلينا الآن مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسل إكسترا نيوز زياد قاسم. زياد مساء الخير، لنا تفاصيل المعرض النهارده يوم جمعه ويوم اجازه، فبالتاكيد الاقبال كثيف ومتفرد عن اي يوم. تفضل. تحياتي لك رغدة، وتحياتي لكل مشاهدي اكسترا نيوز من هنا من معرض القاهره الدولي للكتاب في نسخته 55، والتي تقام على مركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة. اليوم هو اليوم 9 في عمر معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي بدأ منذ يوم 25 من شهر يناير ويستمر حتى يوم 6 من فبراير المقبل. الأقبال اليوم كثيف للغاية، حاله كحال باقي الأيام السابقة، ولكن اليوم يشهد أقبال غير مسبوق بالمرة. إقبال كثيف من مختلف الأسر المصرية ومختلف الجنسيات، لم يقتصر الحضور على الجنسية المصرية
مصرية فقط، فنجد داخل المعرض بمختلف قاعاته وأجنحته الجنسيات المختلفة التي أقبلت إلى المعرض منذ فتح المعرض أبوابه هذا اليوم. العدد الذي نستطيع أن نذكره حول الأعداد وأعداد الزوار هو الأعداد الخاصة بيوم أمس، والتي تخطت أمس فقط 400,000 مواطن ليصل إجمالي عدد الزائرين إلى معرض القاهرة الدولي في نسخته 55 إلى قرابة 3 مليون مواطن مصري ومختلف الجنسيات حتى يوم أمس. بالفعل اليوم تخطت الأعداد حاجز 3 مليون زائر إلى معرض القاهرة الدولي. أقف الآن داخل القاعة رقم 4، وهي القاعة والجناح المخصص إلى مؤسسة الأزهر الشريف التي تشارك للعام 8 على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويشارك لليوم 9 على التوالي، ويحتفل جناح الأزهر الشريف هذا اليوم بذوي الهمم والقدرات الخاصة، حيث يأتي هذا الاحتفال في إطار حرص الأزهر الشريف على توصيل التعليم والثقافة إلى ذوي الهمم والقدرات الخاصة لإدماجهم في المجتمع والتعليم بشتى مناحيه. أيضا الإقبال على جناح الأزهر الشريف كان كثيف للغاية في هذا اليوم، حيث جناح الأزهر الشريف يقع على مساحة 1000 متر تقريبا، ويحتوي على عدة قاعات وأجنحة كقاعة الندوات وجناح الفتاوى وجناح الخط العربي، وأيضا هناك جناح مخصص إلى الأطفال وذوي الهمم والقدرات الخاصة. أيضا إذا تحدثنا عن الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها للتيسير على المواطنين من أجل المجيء إلى هنا إلى معرض القاهرة الدولي في نسخته 55، فحدث ولا حرج، فهناك تعاون كبير بين وزارة الثقافة ووزارة النقل من أجل التيسير على نقل الركاب من وإلى معرض القاهرة الدولي، حيث تم تخصيص ما يقرب من 11 خط أتوبيسات إلى معرض القاهرة الدولي لنقل الزائرين من وإلى معرض القاهرة الدولي. أيضا هناك تيسيرات كبيرة، حيث أن هناك نظام جديد وهو توصيل الكتاب إلى المنازل بالمجان عبر البريد المصري، وهناك عدة إجراءات أخرى قامت بها الدولة المصرية من أجل التيسير على المواطنين. أيضا إذا تحدثنا عن مساحة معرض القاهرة الدولي في نسخته 55، فالمعرض يقام على مساحة 80,000 مترا مربعا بواقع 5 قاعات تستقبل الزائرين منذ الصباح حتى الساعة 8 مساء. هذه أبرز التفاصيل هنا داخل معرض القاهرة الدولي بالتحديد من داخل جناح الأزهر الشريف. والآن نعود إليك إذا كان إليك أي استفسار أو أي سؤال حول تفاصيل اليوم. نعم زياد، يعني اتكلمت عن الكثير من المزايا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وده مش غريب الحقيقة، يعني هذا شيء مكرر ومعاد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في كل مرة، لكن يعني أهم الأقسام يمكن اللي كان عليها الحشد الأكثر من القراء والزائرين بمشاهدتك أنت ووقوفك في المعرض زياد، مش بس النهاردة، في مختلف الأيام لو كنت زرت أيام مختلفة للمعرض، أكثر الأقسام اللي عليها يعني زحام أو عليها مريدين في معرض القاهرة ممكن تكون إيه؟ الحقيقة المعرض السنة دي بيشهد إقبال كبير من الناشرين على نشر على العرض في داخل معرض القاهرة الدولي، حيث أن عدد دوار النشر هم 1200 دار نشر، وهو عدد كبير، وذلك يدل على التنوع الموجود هنا داخل معرض القاهرة الدولي. ولكن لن نستطيع أن نحدد ما هو الجناح الذي عليه إقبالا كثيفا، ولكن كالعادة جناح الطفل الذي يتواجد هنا في قاعة رقم 5 يشهد إقبالا كثيفا، أيضا جناح الأزهر الشريف يشهد إقبالا كثيفا، أيضا جناح الدولة التي هي ضيف الشرف دولة النرويج يشهد إقبالا كثيفا، لأن الجميع يأتي إلى دولة أو جناح النرويج هنا ليتعرف على ثقافة الشمال الأوروبي
الذي أيضا يعد تنوع جديد داخل معرض القاهرة الدولي هذا العام، وهذه النسخة 55. شكرا لك زياد على كل هذه التفاصيل وهذا العرض اللي قدمته لنا من معرض القاهرة الدولي للكتاب. إذن مشاهدينا، هذا المعرض منذ انطلاق هذه الدورة 55 بيشهد يعني طبعا المعرض مستمر لحد 6 فبراير، بيشهد زي ما كنا بنقول ولسه كان بيقول زميلنا من معرض القاهرة توافد كبير من الزائرين ما بين الأسر المصرية وأفرادها وحتى الجنسيات المختلفة، بيعتبر نزهة لكن ثقافية، بيعتبر رحلة غنية بالمتعة والمعرفة والتفرد. خلينا نتابع. لفتح آفاق رحبة للتبادل الثقافي والإبداعي وللتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته المختلفة بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة. الحاجة الجميلة اللي احنا بنشوفها كل سنة في معرض الكتاب حرص القارئ المصري على انه يجيب كتاب مطبوع ويقرأ في ظل ظروف كتير، من ان الانترنت خلى كل حاجة على سكرينز والناس تقدر تقرأ من شاشات، الناس بيجي بتبقى يوم لطيف، الناس بتقضي يوم بالأسرة كلها، بتيجي زوج وزوجة والأولاد، الشباب بيجوا عندهم إقبال. حاجة جميلة نشوف شباب سن صغير عايز يقرأ وعايز يتعلم وعايز يطور ذهنه ومعرفته. المعرض السنة دي الحقيقة الإقبال فيه إقبال كبير، وده يخلينا نقول ان الناس في وسط الحالة اللي احنا عايشينها والتربص اللي حوالين مصر، الناس لا تهمل امور الثقافة، وطول عمر القاهرة هي منارة العلم ومنارة الثقافة. بالنسبة للزائر، معرض الكتاب حاجة متنوعة، الطفل هيلاقي المكان المفضل المحبب ليه، الأسرة نفسها تقدر ان هي تنزل هنا وهي مبسوطة، هي فرحانة، تلاقي كل فرد من أفراد الأسرة هيلاقي الجناح المخصص ليه هنا في المعرض. معرض الكتاب هو فسحة، لكن فسحة ثقافية، فسحة ترفيهية للأسرة المصرية كلها. منذ انطلاق دورته 55 يشهد المعرض المقرر له حتى 6 فبراير توافدا كبيرا من الزائرين ما بين الأسرة المصرية وأفرادها والجنسيات المختلفة في نزهة ثقافية بمثابة رحلة غنية بالمتعة والمعرفة. هنا الكتب كثيرة ومن كل مكان، وأظن هذا جيد جدا يعني، وأنا خاصة أنا من روسيا وهنا كتب يعني كثيرة، أيضا وجدت بعض الكتب باللغة الروسية. التنوع الثقافي يعطي أهمية كبيرة للمعرض، لأنه هو ما له محصور بجهة معينة، فهو بخص شريحة كاملة من المجتمعات العربية وغير العربية. طبعا أنا شايف المعرض فايدة كبيرة للشباب خاصة ولكل الأعمار، بحيث أنه تجمع لدور نشر كتيرة خالص، وفي تخفيضات برضو مناسبة. فطبعا بحب أزور المعرض كل سنة، يمكن زرته مثلا السنة اللي فاتت أو اللي قبلها، بحب أداوم على الزيارة اللي هنشان. في أنشطة كتير بسم الله ما شاء الله كل سنة، أنا بقى كل سنة في أنشطة كتير، في كتاب كتير مشهورين بنزلوا ودار طابع جديدة بتيجي يعني، وإقبال الشباب شبه كده كتير بسم الله ما شاء الله يعني. الأطفال اتجهوا للألعاب الإلكترونية، فطبعا القراية ديت بقت حاجة مهمشة بالنسبة للأطفال، فمعرض الكتاب بالنسبة لي كأم طبعا أني أنا أخد أولادي أنهم يرجعوا يشوفوا الفرحة والبهجة في أنهم يتعلموا شيء جديد، يقرأوا شيء جديد. 1100 ناشر من 70 دولة ومئات الفعاليات الثقافية والفنية وشخصيات تثري برامج المعرض المختلفة، كل هذا وأكثر يأتي وسط حفاوة زائري كونه أحد المنارات الثقافية الهامة بالعالم. حينما تطأ قدماك معرض القاهرة الدولي للكتاب فأنت على موعد مع مقصد ثقافي ذي باع وتاريخ كبير يواصل دوره نسخة تلو الأخرى لجذب العقول وإنارتها لبناء فكر الإنسان. محمد عادل، إكسترا نيوز. بتشارك مملكة النرويج أيضا كضيف شرف للدورة 55 للمعرض ببرنامج ثقافي كبير بيضم بالتأكيد مجموعة من الكتاب والمبدعين في النرويج لتعريف العالم العربي بالثقافة النرويجية، إلى جانب كمان أدب الطفل في النرويج.
مشاهدينا للمزيد معايا على تليفون استاذه نيفين شحاته نائب رئيس تحرير الاهرام. استاذه نيفين مساء الخير. خير على حضرتك وعلى الساده. اهلا وسهلا. مهم يعني استغل وجود حضرتك معانا ونشير لمساله اسعار الكتب. يعني منها نشجع الناس ان هي يعني اللي لسه ما زارش المعرض يبتدي يروح. في جناح قصور الثقافه استاذه نيفين يعني لسه بيحتفظ بمساله او فكره الاسعار الرمزيه للكتب. طبعا في اسعار متفاوته، يعني الكتاب ده حدوته كبيره وعلى حسب الطباعه والموضوع الخاص بالكتاب وغيره، لكن مساله ان انا لسه بحتفظ ان انا عندي لسه حتى الان في ظل هذه الازمه اللي العالم كله بيعيشها كتب بخمسة جنيه، دي مسألة مهمة. فإزاي ده بيأثر على عدد الزوار والموردين الكثر للمعرض وتحديدا الأجنحة كهذه بتسهل على الناس فبتبيع كتب بأسعار رمزية؟ الحقيقة أنا عايزة أشيد النهاردة بالزحام الشديد جدا في المعرض. أنا كنت هناك الصبح ورغم برودة الجو لكن كان فيه يعني توافد أعداد كبيرة جدا على البوابات، وكمان كان فيه يعني تسهيل لدخول المعرض من القائمين عليه ومن المتطوعين. يعني في مشهد كان بينم على ان فعلا ما زال الشباب، ما زال الشعب المصري بيحب القراءه، بيقبل عليها، بيحب ان هو يتعرف على كل جديد. يمكن حضرتك النقطه اللي اشرت اليها اللي خاصه باسعار الكتب دي نقطه مهمه جدا، لان يعني في بعض الاجنحه او بعض دور النشر اسعار الكتب فيها يعني غالية إلى حد ما. فلما طبعا وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة يعملوا جناح يبقى فيه يعني كتب بأسعار رمزية، يعني هذه يعني ده بيشجع الناس على القراءة بصورة أكبر، بيشجع الناس على أنها تشتري الكتب وعلى أنها يعني تقتني منها ما تريد طبقا لكل يعني شخص وهواياته. فطبعا دي نقطة مهمة جدا وأكيد بتشجع الناس بصورة كبيرة جدا، خاصة ان شعار يعني المعرض هذا العام هو نصنع المعرفة ونصون الكلمة. فهذا الشعار اعتقد ان هو بيطبق بشكل واضح جدا على يعني على معرض هذا العام، خاصة كمان ان في الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب يعني نزل خريطة بثمان مفصلة لصلاة تقسيمات الصلاة، حيث انها تقريبا مقسمه الى خمس صلات. وطبعا الزائر لما يدخل على الموقع ده بيقدر يحدد من خلال الخريطه المكان دار النشر اللي هو عايزها والجناح اللي هو عايز يرغب الوصول اليه. وطبعا دي نقطه مهمه جدا لان السنوات الماضيه كان يمكن بيحصل شويه ارتباك بسبب هذا الامر، والسنه دي في تسهيل بصوره كبيره للوصول للجناح والصاله لاي مواطن عايز يوصل ليها. طبعا طبعا بيقدر يتواصل اي مواطن على هذه او على هذا الموقع من خلال الانترنت، ومن خلال كمان ان هو قوائم الاصدار بتاعه الدخول بتاعه المعرض. طبعا عايز اشير ايضا الى ان المعرض الكتاب السنه دي بيشارك فيه حوالي 70 دوله من مختلف دول العالم، وطبعا بيبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة حوالي 1200 دار نشر، وبيبلغ عدد العارضين حوالي 5250 عارض. هذا أستاذة نيفين يعني الصوت بس بدأ يبعد كده كويس؟ اتفضلي. من خلال يعني حتى رصدت حركة الشارع من خلال التغطية الإخبارية الجريدة، لقيت ان في ناس كتير عندها يعني نهم على الذهاب الى المعرض وعلى ان هم يقتنوا الكتب من دور النشر المختلفة ومن الصالات المختلفة، كمان الندوات اللي معمولة مع منظمة على اعلى مستوى وبيحضر فيها يعني الشخصيات العامة وكبار الكتاب، فده بيشجع الناس ايضا على حضور الندوات. بالاضافة طبعا ان في يعني صورة مشرفة جدا للشباب هذا العام اللي بالفعل قاموا بتأليف بعض الكتب. صحيح. وأيضا ده بيدل على إن يعني الشباب بتوعنا بيحبوا الثقافة، بيحبوا القراية، بيحبوا الكتابة،
وده أمر مشجع جدا الحقيقة. يعني كل سنة متهيألي بيبقى فيه الكتاب الشباب الجدد اللي بينضموا لي دور النشر وبيبتدي يكون عندهم يعني بدايات خلينا نقول للكتابة وبيبقى لهم رواد يعني، ودي ظاهرة كويسة يعني. لكن حضرتك أستاذة نيفين أشرتي لنقطة مهمة وهي فكرة الرقمنة اللي بتبدأ تدخل في كل يعني فرع أو كل مؤسسة من مؤسسات الدولة شيئا فشيئا. مسألة شراء الكتب إلكترونيا يعني فكرة موجودة، لكن تسهيلات الحجز اصلا للمعرض الكترونيا دي نقطه مهمه وبتسهل الكثير من الوقت، وحضرتك يعني بشكرك اشارتي ليها. برضو في نقطه مهمه جوهريه مهم ان حضرتك تشرحيها لنا، وهي انه المعرض بيقدم هذا العام في اطار رؤيه الدوله لعام 2030 بتركز على التحول نحو الاقتصاد الرقمي. يعني استاذنك تشرحي لنا النقطه دي يعني ايه؟ طبعا مهم جدا اللي احنا الدوله كلها بتتجه الى الرقمنه، فلما نكون بنقول من بدايه ما المواطن بيحجز التذكره بتاعته او بيحجز الميعاد اللي هو هيروح فيه معرض الكتاب ده، طبعا شيء كويس جدا. مزبوط. اما بيبقى كمان الصاله اللي هو عايز يروحها، الدار النشر اللي عايز يروحها تبقى محدده، مهمه جدا المشاركه زي ما اشرنا الى مشاركه الشباب. أما كمان بنتكلم على توفير الوقت، توفير الجهد، وجود كتب بأسعار متفاوتة، النوعيات دار النشر والمؤلفين باختلاف أنواعهم، الاتجاه إلى الاقتصاد، الناس تبقى فاهمة اللي بيحصل في البلد من خلال الندوات ومن خلال التوعية. كل هذه الأمور بتساهم إلى حد كبير في انتعاش الاقتصاد، بتساهم إلى حد كبير بفهم الرؤية الاقتصادية للدولة والتنمية المستدامة 2030. دي أمور مهمة جدا، يعني ممكن إحنا من خلال وسائل الإعلام دايما بنركز على هذا الأمر، لكن كمان لما يكون في منبر آخر، منبر ثقافي عظيم وكبير. صحيح. أنا عايز أقول لحضرتك الأشقاء السودانيين المتواجدين في مصر، امبارح وأنا يعني كنت ماشية في الشارع كان يعني إحدى هؤلاء الأشقاء الأعزاء بيقول لي نفسي أروح معرض الكتاب، أنا متعود كل سنة اللي أنا كنت بنزل من السودان مخصوص عشان معرض الكتاب، أنا دلوقتي متواجد وعايز أروح أشارك وعايز أروح أشوف الندوات اللي بتحصل واشتري كتب. قلت له طبعا أنتوا أهلا بيكم في بلدكم التانية، وطبعا معرض الكتاب مفتوح للجميع، وياريت أنك تحجز وتروح وتشوف. هتلاقي السنة دي في دور نشر متنوعة، في عدد كتب أكبر، في نوعيات مختلفة من الموضوعات اللي بتناقش من خلال هذه الكتب. فطبعا يعني تحس ان في يعني حاله عامه كده في البلد من جميع حتى الاطياف والاشقاء اللي موجودين عندنا عايزين يشاركونا، عايزين يشوفوا هذا الحدث الثقافي الكبير، ان هم يعني يبقوا معانا فيه، ان هم يطلعوا على الجديد. فحاجه مبشره ومشرفه جدا الحقيقه. يعني في نقطة مهمة حضرتك أشرتي ليها، وهي أنه يعني عدد الإقبال الكثيف بيدفع طبعا بالتأكيد بمستوى الاقتصاد، لكن لما كنا بنتكلم في مستوى التغطية عن أسعار الكتب وتفاوتها، بالتأكيد اللي بتشوفه المنطقة من أحداث يعني ألقى بظلاله على يعني معرض الكتاب بما أنه هي المناسبة أو الحدث الأبرز اللي شغال دلوقتي. بالتالي أنا عندي من ناحية تانية زي ما في أسعار كتب يعني متهاودة شوية، عندي أسعار كتب مرتفعة. اشرحي للناس ايه السبب في حاجة زي دي؟ هي طبعا تكلفة الورق وتكلفة الطباعة وطبعا الاحبار والحاجات اللي زي كده، طبعا دي بقت مكلفة جدا. لكن انا عايز اقول لحضرتك ان يعني بعين الصحفي او بعين الاعلامي انا رصد ان شبابنا بقوا مقبلين على القراءة يعني بصورة كبيرة جدا، حتى في المكتبات العادية اللي موجودة يعني خارج المعرض. وكمان في بعض الشباب او بعض الـ يعني المواطنين بيبقوا مستنيين المعرض ده، عايز اقول لحضرتك بيدخروا يعني يمكن فلوس علشان يروحوا المعرض وعايزين كتب معينه، وعارفين بيبقى فيه تخفيضات وفي عروض في بعض. صحيح. الاحيان وبعض الدور بتقدم يعني تسهيلات في هذا الامر، فبيبقوا عايزين ان هم يعني يستنوا فرصه معرض الكتاب علشان بدل ما اشتري كتاب لا اشتري كتاب واثنين وثلاثه. صحيح. فبتبقى فرصه حلوه جدا ان هم يستنوا الكتب. طبعا مساله تفاوت الاسعار دي يعني بترجع طبعا لمسائل اقتصاديه كثيره، منها ارتفاع اسعار الورق والاحبار والطباعه وما الى ذلك، لكن بصفه عامه انا شايفه لا حركه الشراء يعني كويسه جدا. انا رصدت النهارده كان في اقبال كبير جدا، مش بس مجرد ان الناس بتتفرج او بتشوف، لا ده كان في كمان عمليه. صحيح. النهارده بنتكلم على اليوم التاسع ويعني كمان كم يوم مقبلين على 3 مليون زائر. انا بشكرك شكرا جزيلا كمان. يا استاذه نيفين على وجودك معانا، يعني كفيتي وفيتي بالشرح، شكرا جزيلا.
أيضا مشاهدينا الكرام، استحدث معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 بعض التقنيات والمؤتمرات الجديدة، منها مؤتمر نازك الملائكة، هذه الشاعرة العراقية العظيمة لما لها من العديد من المؤلفات المؤثرة. المزيد عنها عن هذه الشاعرة الراحلة نتابعه سويا مشاهدينا في العرض التالي. عودة مشاهدينا وهاتفيا معايا الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي. مساء الخير يا فندم. حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين أهلا وسهلا. عايز أخد حضرتك وأنت صحفي، يعني في الكتاب الشباب اللي يمكن مليين معرض القاهرة الآن اللي دخلوا عالم الكتابة مؤخرا وهم في الأساس جايين من فضاء وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الظاهرة وأنت كصحفي إزاي بتشوفها؟ وهل بتثري فعلا المعرض؟ وهل زي ما بنقول بتخلي فيه إقبال من فئة الشباب، ودي فئة مهمة أن المعرض يستقطبها على الأقسام المختلفة وعلى حتى الكتب اللي هم بيقدموها؟ شوف، خليني أقول لحضرتك برضو بمناسبة هذه الشباب وهذا المعرض، المعرض يعني ومحور الشباب ده بيتطور منذ تأسيسه في مشاركته حتى في سنة 69، وخلينا أحكي لك القصة دي بشكل يعني سريع. إنه لما كانت القاهرة بتحتفل بعيدها بمرور 1000 عام، كان وقتها الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة، وكان اقترح عليه الفنان عبد السلام الشريف إنشاء المعرض، إنشاء معرض الكتاب. الدكتور ثروت وافق، ويعني ضرورة إنشاء ملتقى ثقافي مثل معرض الكتاب، واتصل بسوق الكتاب الدولي المعروف في ألمانيا، وتم تكليف الدكتورة سهير القلماوي بالإشراف على الدورة الأولى للمعرض. وهنا كانوا حريصين كلها، سواء الدكتورة سهير القلماوي أو الفنان عبد السلام الشريف أو الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة آنذاك، اتفقوا على ضرورة انه وقتها برضه بمشاركة والحرص على ان يكون للشباب مساحة. هذه المساحة ربما يعني ظهرت في تأسيس وفي مراحل الأولى، ثم يعني تحولات أخرى قادتنا إلى هذا السؤال اللي حضرتك بتطرحيه. وده معناه انه ايه؟ انه المعرض مش بس لتجارة الكتب أو بيع الكتب، لأنه هنا أنت أمام حدث ثقافي عالمي يقيس وعي المجتمعات وقاعدته الثقافية، ويطور ذائقة القراءة ويرفع مستوى الوعي. الشباب يدرك ذلك جيدا، ويدرك أن الوثائق دائما الورقية لا يمكن محوها مهما اتسعت وسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، لانه وسائل التواصل الاجتماعي هو يدرك جيدا انه ممكن شخص بسهوله شديده جدا شطب اي ما ينشر عليها، ولكن الكتب والمؤلفات موسوعه ووثائق يعني موسوعيه تظل موجوده دائما.
وهنا برضو احنا امام حالة، يعني انا تجولت اكثر من يوم في داخل اجنحة المعرض بشكل حقيقي. الشباب يعني في مرحلة حتى ما دون سن العشرين او فوق العشرين، ويعني منتصف الثلاثينات، كان كلهم في الحقيقة حريصين جدا على التوقف امام يعني دور نشر تتناول وتعرض عناوين مهمة لها حتى علاقة بالأحداث المشتعلة في الاتجاهات الأربعة، يعني حتى في الأحداث السياسية الموجودة الآن. وكان لافت أنهم حريصين على أنهم يعني يتصفحوا هذه الكتب ويشتروها. يعني حضرتك بتشوفها أولا ظاهرة ليست بالجديدة، يعني ظاهرة موجودة منذ بدء التفكير أصلا في فكرة معرض القاهرة من الستينيات زي ما حضرتك بتقول. والحاجة التانية انه من الضروري الاقي حد زي ما بنقول كده يكلم الشريحة دي. بالضبط. وهنا حرص شديد جدا كان لافت حضور الشباب هذه الدورة 55 من معرض دولي للمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وده كان لافت. ده امر يؤكد هنا ارتفاع منسوب الوعي لدى الشباب، وارتفاع منسوب الوعي هنا لدى الشباب لا يمكن فصله عن المجهودات اللي بتقوم بها الدولة خلال طوال العشر سنوات الماضية، يعني سواء ارتفاع منسوب الوعي من خلال حياة كريمة، من خلال الندوات، من خلال المؤتمر الشباب، من خلال كل ده حاصل جمع. يعني هنا الوعي حاصل جمع كل الإجراءات والخطوات التي تمت وتقوم بها مؤسسات الدولة خلال الفترات الماضية. لأنه هنا كمان خلينا نضيف شيء جديد، انه شيء مهم يعني بالاحرى، انه معرض الكتاب ده هو الاقدم، معرض القاهره للكتاب هو الاقدم في المنطقه العربيه بالكامل. ومعرض الكتاب هنا، ما هو اللي كانوا شاركوا فيه زمان على مدار مراحله كانوا شباب، ما هو نجيب محفوظ كان شاب لم في بداياته، ويحيى حقي كان شاب، وصلاح جاهين كان شاب حتى على المستوى العربي، كان محمود درويش شاب، وسميح القاسم شاب، ونزار قباني شاب. وبالتالي فكره الشباب هنا يعني منتقلة من مرحلة المرحلة. لكن هنا حتى مع الرؤية اللي حضرتك قلتيها وأنا بحييك عليها، فكرة أنه مع التكنولوجيا مع وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه شريحة الشباب تظل حريصة جدا على المشاركة. وهذا إيه؟ هذه شهادة أيضا تؤكد أهمية الكتاب وأهمية المطبوع وأهمية طبعا المقولة اللي كنا زمان ولا تزال في موجودة في وجداننا وفي وجدان العالم العربي، إنه الإبداع والكتب تكتب في القاهرة وتطبع في بيروت وتقرأ في بغداد وهنا مصر. لأنه أنت في النهاية الشباب دول مين؟ أبناء مصر. مصر الدولة العميقة إبداعيا وفكريا وثقافيا، زي ما قلت لحضرتك، مصر نجيب محفوظ ويحيى حق ويوسف إدريس وصلاح جاهين وعبد الرحمن الأبنودي وطه حسين وعشرات ثروات عكاشة وعشرات من المبدعين والمؤلفين في الثقافة، مصر الثقافة، مصر السينما، مصر الشعر، مصر الرواية. صحيح. مصر الغنى. مصر هنا الركيزة الأساسية، ومصر نقطة الانطلاق لأي إبداع في المنطقة والعالم طبعًا العربي طبعًا. اللي ما كتبش في مصر لم يكتب، اللي ما غناش في مصر لم يغني، السينما اللي ما شافش السينما المصرية لم يشاهد سينما، وهكذا. وبالتالي هنا ده هنا البذرة الحقيقية للإبداع والبذرة الحقيقية للثقافة، يعني القوة الحقيقية الفاعلة دائما في المجتمع المصري هي القوة الثقافية. وبالتالي هنا هذا الميراث الكبير العظيم يعني الشباب يدركه ويلتقطه ويلتقط خيطه بشكل سريع جدا ويمسك به ويتابعه. لأنه يعني هنا ان القوة الناعمة للدولة المصرية الثقافة بمفرداتها الواسعة طبعا. والشباب بكرة هيبقوا يافعين وكبار، ومنهم من يعني هنا المثقف هنا مش فكرة انه القوة الناعمة تبقى واحد شاعر، جزء منها، مطرب جزء منها، لكن ما هو الدبلوماسي المثقف قوة ناعمة ناجحة، المهندس المثقف قوة ناعمة قوية، المصريين حتى اللي في الخارج في كل دول العالم المثقفين. والثقافة ما هي؟ حاصل جمع القراءات والاطلاعات. مصر حافظت على مكانتها في هذه المساحة، والمعرض الحقيقة هذه الدورة والدورات
والدورة الماضية وما قبلها في تحسن ملحوظ جدا. سواء احنا امام في نقطة مهمة حضرتك اشرت ليها وهي انه الشباب المصري يعني بيلتقط سريعا خيط من سبقوه، واحنا عندنا اسماء كبيرة ومهمة وعظيمة زي ما حضرتك تفضلت، المهم كمان ان هم يبنوا عليه، واعتقد ان عندنا نماذج يعني كبيرة وكتيرة في الكتابة بتبني على نجاح الرموز الكبيرة المصرية بتاعتنا والرواد الاوائل. يعني لو هنقول احنا اتكلمنا عن الشباب، فمهم اخد حضرتك استاذ جمال للطفل، وده يعني من لسه كان معانا المراسل زياد زميلنا من معرض القاهرة، وكان بيقول يمكن من الأقسام الأهم اللي عليها ازدحام كبير جدا، ولأنه المعرض فعلا بيهتم بالطفل كل سنة، وفكرة الحكي وفكرة الفنون والفعاليات والفنون الحرة للطفل سنويا، ازاي بتشوف هذا الاهتمام وده تأثيره ايه وانعكاسه ايه على الطفل المصري والطفل الزائر بشكل عام للمعرض؟ يعني هنا بقى لازم قبل ما نخش في حاصل نبص على اختيار إدارة المعرض لشخصية الطفل. اختارت مين؟ اختارت واحد من كبار كتاب الأطفال في العالم يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض الطفل هذه المرة، لأنه ده هنا النموذج. لما تختار نموذج هنا يعني واحد من أبرز رواد أدب الطفل في العالم العربي وليه مشروعه الثقافي الكبير وإنتاجه الأدبي إنه غزير جدا ومتنوع جدا، ويعني مؤلفات من تراث الشعب المصري بشكل عام وتأثيره في أجيال وأجيال من القراء والكتاب وغيره، وبالتالي هنا الرسالة أنت اخترت نموذج صح، شخصية المعرض للطفل يعقوب الشاروني صحيح، اختيار موفق، وبالتالي ده انعكاسات الرسالة هنا. الرسالة هنا إنك أنت بتبني الإنسان، بتبني الإنسان منذ المرحلة الأولى، وبناء الإنسان هنا برضو وهذا التفكير نقول لا، إحنا فيه تفكير جماعي، مؤسسات الدولة زي ما ضربت لحضرتك مثال على حياة كريمة بتهتم ببناء الإنسان، وأيضا بناء الإنسان مش بس بتقدم له صحة، بتقدم له تعليم، بتقدم له بنية تحتية، كمان بتبنيه فكريا طبعا، بتبنيه وتأسسه فكريا، بتأسس وعيه، لأن هنا بناء الطفل هو ضمان حقيقي لسلامة عقل الشاب وعقل الكبير وعقل المشاركين في صناعة قرار الدولة. وهنا بيسأل إيه ده بناء الطفل هنا بتخليك أمام وسائل التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي المتلاحقة اللي بتصل إليك في غرف النوم وفي أي مكان أنت قاعد فيه. الطفل ماسك الموبايل، كل طفل النهارده بيبقى ماسك الموبايل 12 ساعه في ايده، يعني فبالتالي المدخلات على عقله تحتاج الى مزيد من الوعي. طب الوعي ده هيجيبه منين؟ ازاي يفرق بين الافكار الظلاميه والافكار التنويريه؟ يفكر بين ان ده خطر وده طريق صحيح، هيفرق ازاي؟ لازم تبقى في جرعه تنويريه بتيجي من خلال الكتب اللي موجوده للطفل. المعرض هذه يعني معرض الكتاب النهارده الحقيقه يعني لو دخلنا وزي ما حضرتك ذكرت مراسل القناة تجول في جناح الطفل سيجد هناك غزارة في تواجد الأطفال، كل أسرة جايبة معاها أطفالها علشان هذه النقطة. ليه؟ لأنه في إقبال، لأنه كمان الجرعة من الكتب والمؤلفات جرعة كبيرة زي ما حضرتك بتقول، وأعتقد معرض القاهرة في هذا الشأن تحديدا وفي نقطة الاهتمام بالطفل وتثقيفه وتوعيته وحتى نقطة الحكي دي بالنسبة للطفل نقطة مهمة جدا ومعرض القاهرة مهتم بيها، فهو بيفي بالغرض. خلينا نقول يا أستاذ جمال أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا، الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي كنت معنا على الهاتف. المعرض كمان مشاهدينا اختار عالم المصريات سليم حسن العظيم علشان يكون شخصية هذه الدورة، الدورة 55 لما له بالتأكيد من دور كبير في ترسيخ الهوية المصرية. عايزين نعرف عنه أكتر، المزيد عن هذه الشخصية، شخصية المعرض لهذه الدورة، خلينا نتابعه سويا في العرض التالي.
وبتشهد الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب مشاركة متميزة لجناح المجلس القومي لذوي الإعاقة، واللي بيشهد إقبال أيضا كثيف من الزوار على زيارته وتفقد أيضا المعروضات اللي فيه. بيتيح المجلس القومي لذوي الإعاقة للعام 11 على التوالي خدمة الترجمة بلغة الإشارة لندوات وأنشطة معرض الكتاب. المزيد في التقرير التالي. جناح مبهج يعج بالكثير من الإبداعات التي تخطف الأنظار، كل ركن فيه يعرض مواهب ولدت من رحم المعاناة، وهي ليست مجرد منتجات يعرضها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها مكان يجمع حصيلة جهدهم وأحلامهم من خلال الكثير من المنتجات التي نفذها أشخاص من ذوي الإعاقة عكفوا على تصميمها لعرضها لجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55. دي السنة 10 للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. احنا موجود معانا جمعيات مختلف الإعاقات بيعرضوا المنتجات بتاعتهم، موجود معانا منتجات بلغة برايل، كمان موجود معانا شغل يدوي من البامبو، كمان موجود معانا اكسسوارات عاملها الأشخاص ذوي الإعاقة بأنفسهم. احنا موجود معانا جميع الإعاقات منها الإعاقات البصرية والحركية والذهنية وكمان السمعية، وكمان بنعمل ورش دامجة يحضرها الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص من غير ذوي الإعاقة. بنعمل تعاون برضو مع وزارة البيئة بتوفر لنا الخامات، وإحنا بنوفر لها الأشخاص ذوي الإعاقة إن هم يحضروا ويتعلموا. إحنا مشبكين مع كل القطاعات، وده دور المجلس اللي بيقوم بيه على طول. يقسم جناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى عدة أقسام، فهناك ما يعرض منتجات للمشغولات اليدوية، وآخر لأعمال البامبو والمفروشات والإكسسوارات، وركن خاص للكتب والقصص بطريقة برايل، ومختلف الكتب والعناوين التي تتخصص محتواها للأشخاص ذوي الإعاقة باختلاف إعاقاتهم. بنشارك السنة دي بمطبعات برايل وأدوات الكتابة والقراءة لتعليم البرايل. بنعلم الناس طريقة برايل، لو حد جه حابب ياخد فكرة عن طريقة برايل لأن في ناس ما تعرفهاش، فبنعرفه عليها من خلال مطبعات احنا عاملينها، يعني من للشخص المبصر ان هو يقدر يعرف شكل الحرف البرايل عبارة عن ايه، وبنديها له كمان هدية. في معرض الكتاب السنة دي جمعية نور البصيرة قررت ان هي تنزل بلعب للأطفال، نزلنا بإكس أوم يعني تسمح للمكفوف ان هو يلعبها بسهولة، وكمان كونكت فور والكوتشينة كتبناها لهم بطريقة برايل عشان يقدروا يلعبوا معاهم مع اخواتهم بلعب عادية خالص، ما يحسوش ان في مشكلة او في فرق. انا موجودة هنا في معرض الكتاب مع المجلس ومبسوطة جدا. انا بشتغل ايه والمنتجات بتاعتي؟ بعمل شنط وتوك وميداليات بالمفاتيح وجرابات للموبايل كلها من الكروشيه وشيلان. المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يقدم في جناحه أيضا خدمات لغة الإشارة، إن كان من خلال مساعدة ذوي الاحتياجات السمعية على التواصل والتفاعل في أنشطة المعرض أو ورش تعليمية للغة الإشارة مع الأطفال والكبار من خلال مبادرة معرض الكتاب بلغة الإشارة. في 21 مترجم لغة إشارة موجودين هنا، كلنا متطوعين بنحاول نساعد المتكلمين إن هم يعرفوا الأساسيات بتاعت لغة الإشارة، وكمان يعرفوا يتعلموا ازاي يتواصلوا مع الصم. وكمان احنا هنا بنشتغل او بنساعد ان احنا نترجم الندوات كلها بلغة الاشارة علشان يعرفوا يستفاد منها الاشخاص الصم، ممكن يكونوا موجودين شايفين الاشارة، او ممكن الندوات تكون مترجمة بلغة الاشارة ومتسجلة حيث بعد كده الصم لما يجوا يشوفوها ويستفادوا. الناس دايما بتبقى شايفة لغة الاشارة حاجة جديدة جدا، فعشان كده هم دايما بيقبلوا علينا ان هم عايزين يتعلموا، دايما بيشوفوا في التلفزيون الكادر الصغير ده مين بيعمل ايه، ازاي نتعلم لغة الاشارة، ازاي نعمل ده. فعشان كده احنا دايما بنساعدهم في اي حاجة هم عايزينها، اذا كان مثلا شخص عادي او من ذوي الاعاقة السمعية. بصنع ايدي اكثر من 250 فنانا من اشخاص ذوي الاعاقة يتألق هذا الجناح في دورة المعرض الحالي بمجموعة كبيرة من الاعمال المميزة التي تتنوع اشكالها والوانها وتخصصاتها لتقدم تجربة فنية مميزة وفريدة لكل رواد المعرض. ميرنا عادل، إكسترا نيوز. جمال حمدان.
ولد جمال محمود صالح حمدان في فبراير من عام 1928 بمحافظة القليوبية. اتسم بالنبوغ منذ صغره، حيث جاء ترتيبه السادس على القطر المصري في الثانوية العامة. درس الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول القاهرة حالياً. حصل على الدكتوراه في فلسفة الجغرافيا من جامعة ريدينغ البريطانية. عمل معيداً بجامعة القاهرة قبل أن يستقيل في عام 1963 متفرغاً لدراساته وكتاباته. شغل الصراع العربي الإسرائيلي الجزء الأكبر من اهتمامه ودراساته. ترك حمدان حوالي 29 كتاباً و79 بحثاً ومقالاً. من أهم كتاباته موسوعة شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، والسادس من أكتوبر في الاستراتيجية العالمية، واليهود أنثروبولوجيا، واستراتيجية الاستعمار والتحرير، والعالم الإسلامي المعاصر. نال العديد من الجوائز والتكريمات محلياً ودولياً. حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية في عام 1986. حصل على وسام العلوم من الطبقة الأولى عن كتابة شخصية مصر في عام 1988. منحته الكويت جائزة التقدم العلمي في عام 1992. لم يتزوج وعاش حياة بسيطة هادئة في شبه عزلة كاملة. رحل في إبريل من عام 1993 إثر حريق اندلع بمنزله في حادث ما زال محل شكوك وتساؤلات. جمال حمدان. وصلنا مشاهدينا لختام هذه التغطية، شكرا للمتابعة، صحبتكم خلال هذه الساعة أنا رغدة بكر، بعد قليل على رأس الساعة نشرة إخبارية، شكرا للمتابعة.